جمعية الطفولة وقضايا الأسرة اليوم كتنظم حفل إعذار جماعي لفائدة الأطفال اللي كيطراوح العدد ديالهم 80 طفل. هذه المناسبة كنقدموا لهاد الأطفال مجموعة من الهدايا وخلقنا لهم واحد الجو وواحد الفرحة اللي كيحسوا بريوسهم أنهم هذا الحفل هذا دوزوه في المنزل ديالهم. وقدمنا لهم مجموعة من الأدوية وشارك في هذا الحفل مجموعة من الأطباء. بهذه المناسبة كنتوجه الشكر لكل من ساهم في هذا إنجاح الحفل من أطباء من هيئة وطنية للإسعاف السلطات المحلية المحسنين وبالتنسيق بطبيعة الحال مع وزارة مع مندوبية الصحة بخريبكة اللي كانت وجوه لهم تهم الشكر بهذه المناسبة.